وين الحكومة؟ وين الاتفاقات؟ وين التحالفات؟ اشتاك الباكر الناس؟ وين الموازنات؟ وين الرئيس؟ وين رئيس الوزراء؟ ليش انتم عندكم دائما اللحظة الأخيرة هي اللحظة الحاسمة؟ تعلمتم كيف تتوافقون على سرقة البلد، وكيف تصنعون منهجا وسياسات ورؤى تتقاطع هنا وهناك لتفككوها هناك عند القاصات وعند الخزان، ويجوز يحل الحمزة وحزامي. لماذا هذه القوى السياسية بارعة دائما في إنتاج الأزمات السياسية أكثر مما أن تكون لديها القدرة على أن توجد الحلول، أن تكون لديها الإمكانية لقراءات حقيقية لحاجة البلد، أن تراجع المنتج السياسي وأن تفكك الخلافات بالقدر الذي يعطينا صورة أننا من الممكن أن نحلم، والحلم الذي يعترينا ويعيش في دواخلنا هي أحلام لأفقر مواطن في أفقر دولة بالعالم. متى هذه القوى السياسية تدرك وتعرف وتتعلم أن احتياجات الوطن وحاجات الوطن أهم وأقدس من كل احتياجاتها؟ متى تتعلم أن تنتج رجالات للدولة وليس سراقا لها؟ متى تعرف أن للناس استحقاقات؟ عندما تقولون أن الشعب قد منحنا الثقة، بمعنى يجب أن تكونوا أهلا لهذه الثقة. نخرج من أزمة لندخل بأخرى، نحن في حفرة ويحفر لنا واحدة غيرها. أخرجوا علينا بخطاب أو بلغة لمرة واحدة نتعاطف معكم ونقول والله إنكم كنتم على حق في هذا. اللعبة القديمة الجديدة القديمة تكرر نفسها في كل مرة، وتطلبون منا أن نسمعكم. نسمع ماذا؟ لذلك أنا أطالبكم، أنتم اليوم تريدون أن تشكلوا حكومة، وقد شكلتم 4-5 نسخ سابقة منها، أعطوني منها شيئا استفاد منه العراقيون. ظلم، سجون، اعتقالات، كفر، ميليشيات، سلاح منفلت، حكومة غائبة، موت، دمار، بطالة، عطالة، أمهات ثكالة، أيتام، فرص عمل ماكو، أموال الدولة سرقت، وتتحدثون لنا عن مشهد ديمقراطي. قلنا الوليادات ما كانوا يحكمون، أجوا يحكمون. مرات تحتاج أن تتعلم، نعم والله لقد تعلمتم ما كنتم بارعين. تعلمتم كيف تتوافقون على سرقة البلد، وكيف تصنعون منهجا وسياسات ورؤى تتقاطع هنا وهناك لتفككوها هناك عند القاصات وعند الخزان. أنا أعرف أن هنالك أناس أشراف بينكم يحبون البلد ويقدمون، وأعرف أن هنالك من لديه منجز. لذلك نقول عندما نتحدث أو عندما تتحدثون، حدثونا بشيء على الأرض ولا تحدثونا بالصفصطة والخيال وسوف وسيكون وقد سئمنا. وين الحكومة؟ وين الاتفاقات؟ وين التحالفات؟ اشتاك الباكر الناس؟ وين الموازنات؟ وين الرئيس؟ وين رئيس الوزراء؟ ليش انتم عندكم دائما اللحظة الأخيرة هي اللحظة الحاسمة؟ اللحظة الأخيرة والحقيرة هي التي تلجأ إليها القوى السياسية التي لا تمتلك إرادة ولا تمتلك نفوذا ولا تمتلك خيارا ولا تمتلك تكتيكا ولا تمتلك اتفاقا ولا تمتلك رؤية لما ستقوم به وما سيحصل. لذلك تترك الأمور على الغارب ويجوز يحل الحمزة وحزامي.